السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة أحمد بن عطية. في الفيديو متاع اليوم باش نبعدوا شوية عن الروتين متاع الفيديوهات متاع القصص ومتاع الليستات، وباش نحاولوا ناخذوا نوع عندنا مدة ما خدمناش عليه من الفيديو، هو باش نحكيوا فيه على المعلومات الطريفة وبعض المعلومات المضحكة اللي عندنا مدة كما قلنا ما حكيناش عليهم. لذا في الفيديو متاعنا اليوم باش تسمعوا 20 معلومة طريفة لن تصدقوها ولكنها موجودة بالفعل. لذا خليكم تتفرجوا مع الفيديو، فيديو كما قلنا مش تبدلوا به الجو شوية، لكن قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنسيوش كالعادة تضغطوا زر لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار، ونخليكم مع الفيديو. المعلومة الأولى اللي باش نبداو بها من معلوماتنا الطريفة هي أنه وبعد ما يقوم الإنسان بضرب رأسه على الحائط لمدة ساعة كاملة فإنه يقوم بالتخلص من 150 حريرة، وصحيح أنه باش يتخلص من 150 حريرة لكن في المقابل يمكن يقضي بعض الأيام في المستشفى. لذا ننصحوكم بالتمشي لمدة 45 دقيقة، تمشى وحدك ولا تمشى مع كلبك أو قطك إذا كان عندك حيوان أليف، لأنه التمشي مع الحيوانات أو وحيدا لمدة 45 دقيقة يحرق نفس العدد من الحريرات. المعلومة الثانية الغريبة باش تجينا من سويسرا، وين يمنعوا منعا باتا على أي مواطن من سويسرا امتلاك حيوان واحد من خنزير غينيا أو غينيا بيك. هذا الحيوان اللي في حقيقة الأمر يشبه نوعا ما للفئران. يقول القائل علاش فما قانون كيف هكا في سويسرا؟ لأنه بكل بساطة هذا الحيوان يعد من بين أكثر الحيوانات الاجتماعية في العالم، يعني بالنسبة للحيوان هذية يعد نوعا من أنواع التعذيب النفسي أنه يكون موجود وحده. هذا علاش خير المشرع السويسري أنه يمنع منعا باتا امتلاك حيوان فقط منها، بل يمكن امتلاك 2-3-4 قد ما تحب أنت، المفيد فرد واحد لا. المعلومة الموالية هي يمكن للثعابين أن تتنبأ بحدوث الزلازل أو الرجات الأرضية قبل حدوثها وقبل وقوع هذه الكارثة، إذ يمكن للثعبان أن يتنبأ بحدوث أو وقوع الهزة الأرضية من على بعد 121 كيلومتر وفي فترة زمنية تصل أحياناً إلى 5 أيام قبل وقوع هذه الكارثة الطبيعية. يوجد نوع من أنواع الفوبيا يدعى كيروفوبيا، والكيروفوبيا هو الخوف من السعادة أو الخوف من الفرحة الغير مبرر. المعلومة الموالية الطريفة هي أنه 7% من الشعب الأمريكي يعتقد أن الشوكولا بالحليب تأتي من الأبقار البنية. معلومة غريبة، لكن للأسف فما تقريبا 16.4 مليون مواطن أمريكي يعتقد أن الأبقار البنية هي المسؤولة عن إعطاء الشوكولا المخلوطة بالحليب. المعلومة الموالية هي إن قمت برفع ذيل الكنجر عن الأرض فأن هذا الكنجر لا يستطيع ولن يستطيع القفز بعد ذلك. علاش؟ لأنه بكل بساطة يستعمل الكنجر الذيل متاعه لحفظ التوازن متاعه. لذا إذا كان الذيل متاعه ما كانش موجود على القاع أو على الأرض فأن الكنجر هذا ما ينجمش يقفز خوفا منه من السقوط. المعلومة الموالية هي أنه كل شخص عادي تقريبا في فترة حياته يقوم بإفراز لعاب وكمية لعاب كافية لملء حوضي سباحة. كيفاش المعلومة هذه؟ لأنه بكل بساطة الإنسان العادي يقوم بإفراز كمية تقدر من لتر إلى لترين من اللعاب في اليوم الواحد، وهذا يعطينا تقريبا كمية تقدر ب 700 لتر من اللعاب في السنة الواحدة. نضربها في متوسط عمر الإنسان نلقاو أن الكمية هذه تقريبا كافية لملء حوضي سباحة أولمبية. المعلومة الموالية تخص الفيديوهات التشويقية للأفلام أو التريلرز. التريلرز هذه اللي في بداية الأمر وفي بداية ظهور السينما كانت تعرض بعد عرض الفيلم، ولكن اكتشف الأشخاص اللي يقوموا بإدارة دور السينما أنه المشاهدين ما يقعدوش بعد الفيلم باش يتفرجوا في التريلرز هذوما أو في التريلر اللي تم عرضه بعد الفيلم، واللي كان الهدف منه في بداية الأمر تلخيص الأحداث اللي تجري في وسط الفيلم. هذا علاش من بعد كي يتم اعتماد التريلرز هذوما أو الفيديوهات التشويقية هذوما ويتم عرضهم ولا قبل عرض الفيلم باش يشوقوا العباد وباش يشجعوهم أكثر على الذهاب إلى السينما ومشاهدة الأفلام أو مشاهدة الفيلم المراد عرض. في دورة ويمبلدون يمنع منعا باتا على أي لاعب
من لاعبي التنس اللي شاركوا في الدورة هذية التفوه بأي كلمة خادشة للحياة. هذا علاش يتم تعليم مراقبي الخط في لقاءات دورة ويمبلدون الكلمات البذيئة اللي يمكن تتقال بلغة اللاعبين اللي في وسط اللقاء، باش يعرفوا إذا كان لاعب قام بالتلفظ أو بالتفوه بكلمة منافية للحياة ويقوم وقتها بعقابه. المعلومة الموالية، في سنة 2017 تسبب التقاط صور السيلفي أو السيلفيات في حالات وفيات أكثر من حالات الوفيات التي تسببت بها أسماك القرش، حيث وفي سنة 2017 لم تتسبب أسماك القرش سوى في 5 حالات وفيات، بينما التقاط صور السيلفي حسب رأيكم في قداش من حالة وفيات تسبب التقاط السيلفيات في حقيقة الأمر في 35 حالة وفاة في سنة 2017. المعلومة الموالية جينا من الأدغال، وين ما ينجم حتى إنسان يتحجج ويقول أنه تمت مهاجمته من قبل الأسد لأنه ما سمعش زئير الأسد هذايا، وذلك لسبب بسيط جدا وهو أن زئير الأسد يمكن سماعه من بعد 5 أميال، يعني تقريبا أكثر من 7-8 كيلومترات هكذا. المعلومة الموالية هي معلومة سعيدة بالنسبة للنساء والفتيات، فدولة سان لوسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تم تسميتها تيمنا بامرأة، لذا ننصح البنات ونساء الكل انهم يمشيوا ويكتشفوا الدولة هذه. المعلومة الموالية جينا من البحار، وين باش نحكيو على الاخطبوط. اذ يبلغ حجم صغير الاخطبوط عند خروجه من البيضة حجم النملة الصغيرة. يقول القائل كيفاش أنثى الأخطبوط وتضع بيضة والبيضة هذه يخرج منها صغير الأخطبوط في حجم النملة؟ ذلك ممكن لأنه بكل بساطة أنثى الأخطبوط تقوم بوضع آلاف البيوض. المعلومة الموالية جينا من الماما أفريكا وتحديدا من أوغندا، وإن القاو تقريبا أكثر شعب يوجد فيه شباب في العالم، إذ يبلغ نسبة الأشخاص اللي أعمارهم تحت 15 سنة في جمهورية أوغندا 48%، وإذا كان حبينا نحكيه على الأشخاص اللي أعمارهم أقل من 30 سنة فإنه النسبة متاحهم تتجاوز 77%. المعلومة الموالية مهمة للرجال وللنساء، إذ يشعر الرجل العادي بالملل من التسوق بعد فترة تقدر ب 26 دقيقة، بينما لا تشعر المرأة بالملل من التسوق إلا بعد مرور ساعتين على الأقل. وهذا علاش نصيحة لجميع السيدات عند الذهاب للتسوق لا تصطحبي زوجك معك. المعلومة الموالية جينا من جمهورية الصين الشعبية، وين يحرموا جميع مواطني هذه الدولة من استعمال بعض المواقع والتطبيقات مثل فيسبوك، انستغرام، تويتر، بينترست، تامبلر وغيرها من المواقع، ولكن في المقابل فإن حكومة الصين كحرص منها لعدم اختراق المعطيات الشخصية للمواطنين متاعها قامت بتعويض المواقع والتطبيقات هذه بمواقع وتطبيقات أخرى 100% صينية. المعلومة الموالية كذلك عندها علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وين أثبتت الدراسات أنه 95% من الأشخاص يقومون بإرسال أشياء ورسائل لا يمكنهم قولها مباشرة أو وجه لوجه. يمكن سبب الحاجة هذه أنه الكثير من الأشخاص يشعرون بالخجل، لذا يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي أداة لهم حتى يوصلوا ما يريدون قوله بصفة غير مباشرة. المعلومة الموالية باش تكون مقزة نوعا ما للبعض منكم، إذ 3% تقريبا من الجليد الموجود في أنتاركتيكا هو في حقيقة الأمر عبارة عن بول طائر البطريق. البول هذا اللي بطبيعة يتجمد نظرا لدرجة البرودة الكبيرة اللي توجد في أنتاركتيكا. المعلومة الموالية جينا من تويتر، وين كلنا نعرفه تقريبا الطائر اللي موجود في شعار تويتر واللي منذ بداية موقع تويتر، والطائر هذا موجود. الطائر هذا في حقيقة الأمر عنده اسمه، واسم الطائر هذا هو لاري. المعلومة الأخيرة اللي باش نقولوها هي معلومة عندها علاقة بالطفولة متاعنا، إذ تم استيحاء شخصيات هيتمون لي وهيتمون تشان، هذه الشخصيات اللي موجودة في بوكيمون اليوم في الحقيقة زوز أنواع متاع بوكيمونات. تم استيحاء الزوز شخصيات هذوما من شخصية بروسلي وشخصية جاكي شان. في النهاية إن شاء الله يكون الفيديو هذا يعجبكم، الحقيقة هو من بين أكثر الفيديوهات اللي تعبتني في التصوير متاعها، لذا نتمنى منكم انكم تشجعوني من خلال الضغط على زر لايك، الاشتراك في القناة،
تفعيل زر الجرس إذا كان عجبكم الفيديو. اكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا باش نزيدوكم فيديوهات أخرين كيفو. وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقالي كان باش نقولكم إلى اللقاء.